لعل فن الكاريكاتير هو من أسهل الوسائل وأفضلها لنقل الوقائع ولكن بطريقة رمزية. واليوم وفي ظل هذه الجائحة التي نعيشها، انطلقت أعمال معرض الكاريكاتير في زمن الكورونا افتراضيا كثمرة تعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجمعية الكاريكاتير الكويتية. انطلاقا من دور المجلس في دعم الحركة الفنية التشكيلية في الكويت وتشجيعا للطاقات الإبداعية في جميع الفنون، وحرصا منا على توصيل الرسالة الفنية التوعوية في ظل الظروف زمن كورونا، فقد ارتأينا في إقامة معرض افتراضي يشارك في هذا المعرض نخبة من الفنانين التشكيليين من داخل الكويت وخارج الكويت. يستمر المعرض لمدة أسبوعين بسبعين أعمال فنية كاريكاتيرية تتناول الحياة اليومية في زمن الكورونا، الحظر الجزئي والكلي بإضافة إلى الاحتياطات الصحية بطريقة مبهجة وجميلة. إقامة هذا المعرض الافتراضي يأتي كنوع من التوعية الاجتماعية بخطورة هذا الوباء من خلال لوحات تعبر عن الأوقات التي عشناها في هذا الوقت، إضافة إلى لوحات شكر للعاملين في الصفوف الأولى. له أهمية هذا المعرض أن احنا وصلنا فكرة أن يكون الدور لفنان الكاريكاتير في هذه الأزمة، نحفز فناني الكاريكاتير أنهم مو فقط أنه يقعد في البيت يعني كمشاهد، بل يكون هو جزء من الحمل الإعلامية ونقول مواجهة هذه الأزمة برسومات كاريكاتيرية هادفة. أبرز الرسومات كان لنا دور أن احنا ندعم الصفوف الأمامية في هذا الكاريكاتير. أيضا كذلك هناك لنا رسومات عن التوجيه لأزمة كورونا، وخاصة من ناحية تنظيف الإيد والتباعد الاجتماعي. إقامة المعرض الافتراضي هو مشاركة فاعلة في الحملة الوطنية لمحاربة فيروس كوفيد-19 وتسليط الضوء من خلال الكاريكاتير على الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض أفراد المجتمع في التعامل مع هذا الوباء. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.